مشاهدينا اهلا بحضراتكم. مفاجأة سارة لمحبي الشتاء، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وهيئة الأرصاد الجوية تعلن عن بداية دخول الشتاء. كل هذه التفاصيل وأكثر من خلال هذه التغطية، ونختتم مع حضراتكم ببيان درجات الحرارة المتوقعة على أغلب المحافظات. كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا وعلى 72 ساعة المقبلة، إذا أن تتراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتسقط أمطار خفيفة على عدة مناطق. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة، وهذا مع رياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنها تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، واتجاه رياح إلى شمالية شرقية إلى شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، واتجاه متر ونصف للرياح الشمالية غربية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا. القاهرة تسجل 35-27، العاصمة الإدارية 36-26، أكتوبر 36-26، بنها 35-25، دمنهور 34-25، وادي نطرون 34-25، كفر الشيخ 33-24، المنصورة 35-25، الزقازيق 36-25، شبين الكوم 34-26، طنطا 34-26، دمياط 32-25، بورسعيد 33-25، الإسماعيلية 36-25، السويس 36-25، والعريش 33-24، ورفح 32-23، ورأس سدر 38-27، وسانت كاترين 30-16. مشاهدينا، انتهت هذه التغطية، بشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.